السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة شير دنيا. اليوم جيت لكم بواحد الوصفة خاصة اللي يمكن كاع المغربيات يكونوا تيديروها ويحضروها في البيت ديالهم، أكلة يعني تتكون لذيذة. واليوم ولكن ماشي انا اللي غادي نصاوبها، غادي نخلي امي هي اللي غادي تصاوبها لانه هي اللي مختصه في الطياب المغربي، وغادي نخليكم معاه باش توري لكم وصفات والمقادير نيشان بالدرجه بالدرجه. بسم الله، السلام عليكم البنات كلكم، السلام عليكم. انا غنوري لكم شنو غادي ديري لنا اليوم. غندير الشعريه كوره، اها، وانا كنتكلفها على الاخرين. كل واحد كيفاش كل شي كيعرف لها. شحال دابا درتي تما؟ كيلو كيلو ديال السفه، كيلو تاع السفه 200. اها، ولكن هي بالاحسن دابا انا شريت هذه بانزاني، ولكن بالاحسن داري لا حتى داري زوين. زوينه واخا. دابا غندير الزيت على عين، باش دابا غادي ديري الزيت وخاصك انت تدير الملحه. واخ يلا صافي، غنردها تفور صافي. غندير غير شويه، انت ما تديري لاش الماء بحال شي شفتهم شي الناس تيديرو. في الاول غندير شويه الماء، اها، وفي التاليه جوج تفويرات، وغادي ديري لها شي حاجه خاص أيه. خاصه، المهم تبعوا المراحل حين باش تشوفوا كيفاش غادي دير لها ماما. هي كيفاش دابا ديري لها الملحه. دابا غندير الملحه وغتبعوني، ونهار الى عجبته نعاودها لها، نعاودها لهم. بسم الله، دابا غادي درتي الزيت والملحه. الزيت والملحه وغندير لها هكا، ها هي، وترديها تفور. ونردها تفور، ومنين تفور مزيان وغنولي نحيدها ندير لها الماء. شحال انت تديري لها ديال التفويره؟ ايوا كندير ربعه خمسه، حيت انا ما كنبغيش نسلقها بالماء، باش ما تمشيش الماده ديال لي باط ديالها، وديك اللذه نتاعها كتمشي مع الماء. صافي واخا، كتمشي مع الماء طايب. عشان نقول لكم البنات، ماشي لحقاش راه امي اللي تطيبها، ولكن اللي كلاها واللي جربها تبارك الله لذيذه. ماشي زعما تنشكر امي لحقاش راه امي، راه دابا انا راه المهنه ديالي، ولكن دابا انا راه كلشي تعلمته من امي. لا ولكن انا قريتها في المدرسه، وانت دابا انا جبت اللمسات ديال امي خاصه. ايوا ما قريتيش الشعريه في المدرسه؟ لا الشعريه ما قريتهاش. لا الشعريه ما قريتهاش. انا قريتها. انت قريتيها وانا ما قريتها. قريتها من حدا المدرسه. ايوا تبارك الله عليك الحاجة، الله يبارك فيك يا بنتي. المهم ها هي غادي تعمر الكاس، وغادي المهم راه درنا الماء في الكسكاس الطايب باش 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 يطيب، وغادي دير هاد الكسكاس على البوطه باش يتفور، وحنا معاكم ان شاء الله. ان شاء الله الله يرضي عليهم، تبعونا راه اللي بغاو نديروه لهم ان شاء الله. ليه علاش ما قديت، علاش ما قديت؟ وما تبارك الله عليهم كلشي كيعرفوا حتى هما. دابا البنات راه حيدات التفويره الاولى، ياكي؟ انا غنقلبها في الجبانه، انا غنقلبها. بسم الله، انا فوالا غنرشها. دابا غترشها غير بالماء، بالماء غنرشها مزيان وغنردها ان شاء الله. هيا نردها. بسم الله، عندك راه سخونه. لا سخونه دابا، ما بارد ولا ما سخون؟ لا الماء بارد، ما بارد، دونك سي دو لو فخواد. حيت الماء السخون كيعجبنيش انا نسلقها في الماء السخون. صافي اوكي، عطيني ديك نتاع باش كديري الحلوه. ودابا تولي تفوريها عاوتاني التانية، واخا. المهم احنا غادي نكملوها، انت ما تتخليهاش حتى تبرد، غير تبرديها بالماء بارد وصافي. تشرب شويه الماء، تشرب شي شويه وترديها.
المهم دابا غادي نردوها وحنا معكم. غندير لها شويه تاع الزيت. الزيت دابا شويه واخا باش ما تلصقش. المهم هي غادي دير لها شويه ديال الزيت وغير شي شويه ماشي بزاف. شويه هاي باش نعرف صبار صافي ماشي بزاف. ما تتوليش ترشي بالملحه صافي ما تبقاي ديري دابا الملحه صافي. لا حتى نتوقاو نشوف. واخا المهم هي غادي تكسميتو تردها في الكسكاس ودير شويه ديال الزيت وحنا معكم. دابا هادي التفويره الثانيه. هذه هي الثانيه. هيا هذه بسم الله. هيا دابا عاوتاني غديري لها الثالثه ياكي. دابا واش غادي ديري لها الرابعه وتا الخامسه حتى لا ولات رطبه مزيانه. واخا عاد ديك الساعات صافي عاد التالي نتاعها غنرشها بالحليب مزيان ان شاء الله. هادي انتي باش ترشيها التاليه هذا هو السر التالي ديالك هو الحليب البنات. الحليب ولاباني باش كتجي لذيذه. واخا دابا غادي ترشيها وترديها بالثالثه. غنرشها بالماء ونخليها. دابا بحال شويه ديال الشكل ديال الكسكسو. ها تتحيديه وترديه تحيد الطعام دغيا داير. ها هي دغيا تيطيب. هي بصح تيطيب عاوتاني بصح. المهم دابا نخليك ترشيه بالماء باش ترديه في الكسكس الكسكس تشرب شي شويه وغنغطيها باش يولي عندها باش يولي داك البوار عندها. اييه باش ترطب مليح وتشرب الماء ان شاء الله. المهم دابا ها انتما كما قالت درت الماء غادي تغطيها شي شويه بحرة باش تشرب شي شويه وغتردها الثالثه ان شاء الله وحنا معكم. بسم الله. دابا غادي ديري دابا غندير الزبيب. اها غنغسلو بالماء وغنردو يتسلق. بحال غادي ديري تفور دابا تتفوري هو. انا كنفور وتزيدي عليه شي حاجه. كنزيد عليه السكر. السكر الابيض بلا بلا اللي بغيتي السكر الابيض يا السكر بني واحد شنو عنده في الدار يديرو. واخا وباش تحيدو ديك الحموضيه. واخا انت ما تسلقيش في الماء. لا ما كنسلقوش في الماء. واخا باش البنه ديالو تبقى فيه. بصح ديك الصح انت حيت انت ما كاينش. أشوف الكميه اللي درتي. يقولي كاس كبير. واخ صافي كاس كبير وغنغسلو وغنردو صافي صافي يلا. المهم دابا ها البنات هذه التفويره الثالثه اللي حيدات ماما. يلا شوفي دوري باش نشوفو كي جات شي. انا ايوا دابا راه طابت حيت انا طفيتها مزيان بالماء. هيا دابا غنبدا دابا ترديك سميتو الزبيب. الزبيب يطيب. الزبيب يطيب وغنرشو السكر. كل واحد شنو عنده السكر الاحمر ولا السكر البني. ها اييه هانا كنرشو ثمن جوج معالق كبار باش يتسلسل. منين يتسلسل صافي. اييه هي دارت له السكر البني مي ولكن اللي عنده البيض باسكو اكثريه انا تنستعمل البني على داكشي ولكن البيض هو زعما دغيا غيذوب لكم ولا ما بغاش الحلاوه بزاف يستعمل البني. انا تنفضل هذا. فوالا البنات المهم غادي تفور ونوريو لكم كيفاش غيجي. اترشيها بالحليب واش غتولي تفوريه ولا ما تولي؟ غنولي نفورو بالتالي غير بالحليب. صافي وغندير عليه سميتو جوج خنشات لافاني. لافاني واخا يلا هكا هذه الطريقه هذه شويه طويله على حسب اللي ما تشوفوا في القناه وحده اخرين اللي تطيبوا بالماء. هذه خاصه ديال ماما هكا كتت. المهم انا منين حليت عينيا وانا عارفه تديرها بالطريقه هذه وبغيت نشاركها معكم. اييه باش تجيهم دابا بالحليب وريني تبعوا الطريقه غادي تجيهم زوينه. الا ما تبعوش هذه الطريقه ما تجيش بنينه بنينه بصح ماشي بزاف تاع الحليب وماشي هي غير باش بحال شويه ديال الماء تسقي هكا. شويه وصافي صافي باش
صافي دابا غادي تغطيه. غنغطيها باش تشربي داك الحليب. واخا صافي ديك الساعات منين يديروها مع الزعما منين نحيدو غنوري لهم عاوتاني. واخا المهم دابا غادي نستعملو غادي نتسناو الزبيب ومن بعد غادي نستعملو اللوز باش نوري لكم الطريقه كيفاش غنستعملوه. المهم دابا راني درت اللوز هكا مهرمش غندوزوه شويه في المقله يتحمر شي شويه عاد نزيد له شويه ديال السكر ومن بعد طحنت اللوز دابا هذا بوحدو اللي غادي نزيدو في الشعريه ومن بعد هذاك غادي نزوقو به. ها الزبيب اللي دارت ماما خلاته يتفور بوحدو مع السكر ها هو كي جا جديد وحنا غادي نصاوبو ونوريكم. دابا راه صافي راه فوراتو التاليه هذه التفوره التاليه اللي درتي فيها الزبيب من تحت باش يسخن حتى هو. يلا بسم الله وكاك معلقه ديال الزبده ماشي المارغرين الزبده الزبده كتعجنها. مرحبا بكم عندنا تاكلوا معنا بسم الله. شتي الا درتو لها الماء سخون راه غتخسر لكم وتتعجن نيت تعجن وما كتجيش لذيذه. انا هكا كندير لها ها نتوما ها ما تبارك الله عليك الحاجه دابا ندير لها شي شويه تاع السكر اللي كيبغي واخا ندير لها شويه تاع السكر ما اي معلقه تاع السكر حنا ما كنبغيوش السكر بزاف ايوا نيت ديجا اصلا راه فيها الزبيب فيها شي كلشي دونك معلاش بنادم يزيد سميتو حنا ما كنبغيوش السكر كل واحد اي كل واحد والذوق ديالو هذاك الملح والسكر كل واحد سي كيسيون دو غو شي سي كيسيون دو غو السكر و يا هذاك الشيء سربي باش جانا الجوع يلا ها هو البنات حيدنا الشعريه من الكسكاس وطيباتو مع الزبيب ودابا غادي دير هاد ندير شويه تاع اللوز اللوز اللي هرمشناه مزيان دوزناه ها هي تديرو في الشعريه اي هكا فوالا باش يعطي البنة فوالا تبارك الله عليك و تتخلطو باش دير ما يكون في كل بلاصة هاي شي زوين يعطي المذاق زوين انا غنعمر يلا سيد ديرها بعدا السكر دا ديرها السكر كلاصي ندير ما غاديش نقوي بزاف حنا ماشي شويه المهم داكشي على حق كل واحد والذوق ديالو والزواق راه تيبقى على حسب كل واحد كل واحد زواق زواق كل المهم دابا حنا غير ورينا لكم الطريقه وما دار غادي نقدموا غير للدار دابا وما كون جا شي واحد غنصاوبوه احسن ونزوقوه وغادي دابا سميتو الواحد غير كيدير كيدير القرفه ما راه كلشي كيعرف هادشي احنا درناها في الوقت دابا هاد اللوز هذا اللي كنا درنا بمهرمش بشويه بحال الشكل ديال الكراميل اي شنو درتي فيه السكر خليته يذوب مزيان صافي فوالا بغيتي تزلعو زلعو بغيتي ديرو كل واحد و شنو كيبغي كل واحد شنو كيبغي فرقنا على تبارك الله عليك صافي هانتي ها
ايوا هذا هو الطبق النهائي. نتمنى هاد الوصفه هذه تكون عجبتكم ديال ماما، وإلا جربتوها ما تنساوش تقولوها لينا في الكومنتير، ونتمنى هاد الطبق كله يكون الاعجاب. ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه شاف دنيا، وكلمه اخر نتاع الوالده. ايوا انتم بناتي الا عجبتكم نعاودها لكم، وشكرا لكم. يلا البنات نتمنى هاد الوصفه تكون الاعجاب. ما تنساوش ديروا سبسكرايب ولايك والكومنتير وتابوناو. السلام عليكم.